أقامت محافظة بني سويف بالتعاون مع وزارة التموين والغرفة التجارية معرض السلع الغذائية بمدينة هناسيا ضمن سلسلة معارض أهل رمضان الجاري تنظيمها على مستوى مراكز ومدن المحافظة استعدادا لاستقبال شهر رمضان. افتتاح المعرض يأتي بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إقامة المعارض لتوفير السلع الغذائية واللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين. المعرض يأتي أيضا ضمن خطة المحافظة للتصدي لموجة غلاء الأسعار وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وإحكام السيطرة على منافذ بيع السلع والأسواق والرقابة على الأسعار. احنا موجودين حاليا في احد المعارض التي تم انشائها في محافظه بني سويف من ضمن سبع معارض في سبع المراكز، يعتبر المعارض الرئيسيه. بالاضافه انا عندي 40 وحده محليه برضو هننشئ فيها حوالي 40 شادر يقدم السلع التموينية والسلع الأساسية للمواطنين. الأسعار حلوة وآخر حلاوة وشرينة وأسعار متهاودة ومية مية يعني، وربنا يخلينا لسط الرئيس كل حاجة متهاودة وكل حاجة حلوة هنا في المعرض. أنا اشتريت رز وشاي وزيت، الأسعار كويسة عن برا، الاسعار المعارض هنا كويسه في متناول الجميع يعني. انا شايف فعلا الاسعار اللي موجوده هنا حاليا في المعرض مناسبه لمحدود الدخل. طبعا بالمقارنه بالاسعار اللي موجوده بره في السوق لا، في فرق بنسبه حوالي 25 او 30%.